اي بس وش ذا الملبسه؟ دورت صمغ في رام ما لقيت، لفيته بشبك سمك. ورا ما يتكلم ومصمغ فمه بعد. بعد جت جت. هلا والله ياسر. هلا هلا والله منال، حياك. شايل بخاطرك شي؟ زعلان مني؟ شايل بخاطرك ولا البالي متهاني ددير بدر بدر بد. كيف يا شي صوتك تكفى؟ اقول لا تزبد بس. ها عموما يا ياسر خلاص اللي فات مات، وحنا الحين سمن على عسل. لا لا والله من ناحيتي انا ما في خاطري شي، وخلي الناس يقولون اللي يقولون، انا واثق من نفسي واعرف من انا. على فكره يا ياسر ترى حبايبك كثير وكثير كلموني قالوا فك الولد من شرك فك الولد من شرك، فانا رحمتك وشفقت عليك فبفكك من شرك. هاي هاي بنت الناس، اهدى اهدى، ركزي شوي. وش اللي فكي من شرك؟ اقول توكل انت وياه، لا ادور لك عاد انت الثاني. دزي امها انت وياه. لا يا حبيبتي ما في، واعرف ايش اسوي، ما حركتي اساسا فيني شعره. وشو بتجحد بعد انك مرسل واسطات يسكتوني عنك؟ عاد تدري انا غلطان انه اكون طيبه مع اشكالك، تدري ليش؟ لانك زلابه وهطف. يلا دز امها. وانت سبك، دزي ام امها ولا اراك شيء، لا انت ولا داعمينك، اقسم بالله لا. ولا اراك شيء، تسمعين ولا؟ واللي معك كله انقعي برا هناك. في قبضة رجال الأمن. طبعاً أنت عارف وش سويت؟ بصراحة ما أدري وش صار وقتها، فجأة لقيت نفسي أسد، ولا أنا بالأساس ولد ناس ومتربي. النظام ما ينظر لتربيتك ونشاتك، الكلام الخادش اللي قلته أمام آلاف المشاهدين في البث مثبت عليك ويعاقبك عليه القانون. ضغطتني نفسياً وخلت اللي يسوى واللي ما يسوى يذب علي ويستفزني، شي طبيعي اني بنفجر وافقد أعصابي. بس اللي قلته أنت مجرم في الشرع والقانون، وتعرف وش صنف القضاء الظاهر. الله العظيم وتوب لي. هلا والله بالهطف.